على مرتفع يطل على سوق الحلة من جانب ومرقد العلامة الحلي ابن دريس من جانب آخر، شيدت حدائق الجنائن المعلقة في ثلاثينيات القرن الماضي. فكرة إنشائها لا تخلو من الغرابة أبداً، فمكانها الواقع خارج سور الحلة في ذلك الوقت حولها مكباً لنفايات المطاحن والمجارش المنتشرة قربها، حتى ارتفعت فوق مستوى السور ليقوم محافظ الحلة حينها سعيد جريو، أو كما كان يعرف بالمتصرف، لجلب السجناء من سجن الحلة لدفنها وزراعتها مقابل 25 فلساً لليوم الواحد كأجرة عمل لتكون متنزهاً أخضر أبهر أهالي الحلة والمدن المجاورة لها. أوعز إلى مدير سجن الحلة بأن يجلب المسجونين وأن يقوموا بنقل الأتربة، لذلك نرى هذا المنخفض، الواحد منهم آنذاك يأخذ 25 فلسة. هذه الحدائق التي تعرف بتل عرير كذلك تشهد إدامة لحدائقها بشكل يومي، إلا أنها مغلقة أمام المواطنين وتفتح في أوقات الدوام الرسمي صباحا، ما يمنع ارتياد المواطنين والعوائل لها، فضلا عن افتقارها للخدمات السياحية ومياه السقي الدائم. نحتاج المواطن من يجي يحتاج بعض اللوازم اللي تخليه وتأهله يرتادها بشكل مستمر، من ضمنها الأكشاك، من ضمنها الوجبات السريعة، من ضمنها الألعاب البسيطة. حدائق أو متنزه الجنائن المعلقة يتمتع بموقع جغرافي مهم في مدينة الحلة، تؤهله لأن يكون مكانا سياحيا مهما فيما لو استثمرته الجهات المعنية. 4 عمال خدمة في متنزه بمساحة 4 دوانم لا تكفي لإنجاز التأهيل اليومي بحسب بلدية الحلة، وسط ضغوط شعبية لتطوير متنزه الجنائن المعلقة الوحيد في مناطق الفرات الأوسط في ثلاثينيات القرن الماضي ابان فترة إنشائه. من باب الحيدر الشلبي، UTV.